مرحبا بكم أعزائي مع درس جديد من دروس الكيمياء النووية في مقرر الكيمياء 5 كيم 318 ودرس اليوم هو التحلل الإشعاعي. تحتوي النواة على البروتونات والنيوترونات. هذه المكونات تسمى بالنيوكليونات. السؤال كيف تبقى النيوكليونات مع بعضها البعض على الرغم من وجود البروتونات؟ البروتونات شحنتها موجبه ويجب ان تتنافر. فكيف تبقى هذه النيوكليونات مكونات النواه مع بعضها البعض مجتمعه؟ الجواب كما هو واضح امامكم اعزائي بسبب القوى النوويه. السؤال الذي يتبادر الى اذهانكم ما هي القوى النوويه؟ القوى النووية هي قوة تجاذب توجد في النواه تجاذب بين مكونات النواه القريبة من بعضها البعض اذا القوى النووية دائما هي قوى تجاذب داخل النواه توجد مجموعة من القوى قوى تنافر وقوى تجاذب قوة التنافر تنشا عن البروتون، البروتون شحنته موجبة. البروتون شحنته موجبة والبروتون الآخر شحنته موجبة أيضاً. لأن البروتون موجب والبروتون الآخر أيضاً موجب، سيحدث بينهما تنافر، وهو ما يعبر بالأسهم باللون البنفسجي، ولكن في نفس الوقت لأنها في داخل النواة يوجد بينها قوى نووية أي قوى تجاذب. النيوترون والنيوترون الآخر توجد بينهما قوى تجاذب فقط، لأن النيوترون لا يحمل شحنة. بين النيوترون والبروتون توجد قوى تجاذب، لماذا؟ لأن البروتون موجب والنيوترون لا يحمل شحنة، ولذلك نلاحظ أن القوى النووية قوى التجاذب دائما تتفوق على قوى التنافر، إذا القوى النووية تتغلب على قوى التنافر الكهربائية. لكن وجود النيوترونات يضفي قوة تجاذب أكبر ويعطي النواة استقرار أكبر، لماذا؟ لأن النيوترونات لا تبدي أي قوى تنافر. لانها لا تحمل شحنه اعزائي الان ننتقل الى الفكره الاساسيه في استقرار النواه قام العلماء بتحديد اماكن النظائر المستقره بمعرفه عدد النيوترونات عدد النيوترونات وفي مقابل عدد البروتونات وضعوا نقاط تمثل الأنويه المستقرة لمختلف النظائر لكل العناصر المعروفة تلاحظون أعزائي هذه النقاط هذه النقاط تسمى بحزمة الثبات إذا حزمة الثبات هي هذه النقاط وهذه النقاط تمثل النظائر كما ذكرت منذ قليل التي تكون في حالة استقرار اي نقطة نضعها على الرسم ليست من ضمن هذه النقاط تكون النواة غير مستقرة. لحصر هذه المنطقة فقط وضعت هذه الخطوط ولكن هذه الخطوط ليست ليس كل ما بينها مستقر، المستقر فقط هذه النقاط. هذه النقاط الموضحة باللون الأسود هذه المنطقة هي منطقة أو حزمة الثبات، وقد حصرها العلماء أنها تتراوح من إن على بي تساوي واحد إلى إن إلى بي تسا... على بي تساوي واحد ونص، إذا هي موجودة في هذه المنطقة، ولكنها فعلاً هذه النقاط. العناصر التي تقع أعلى حزمة الثبات تكون فيها نسبة إن على بي عالية. ان على بي تكون عاليه ان على بي يعني حاصل قسمه عدد النيوترونات على عدد البروتونات سيكون رقم اكبر من النظائر المستقره في حزمه الثبات وحتى تستقر هذه النظائر الغير مستقره يجب ان نقلل من عدد النيوترونات وفي نفس الوقت سنرفع عدد البروتونات فماذا سيحدث؟ يتحلل النيوترون إلى بروتون ويتم إشعاع الإلكترون، هذا الإلكترون ذكرناه في الدرس الأول في الكيمياء النووية، الإلكترون يمثل أشعة بيتا. إذا النظائر غير المستقرة التي تكون أعلى حزمة الثبات لكي تستقر يجب أن تقلل عدد النيوترونات فتشع أشعة بيتا العناصر التي تقع أقل من حزمة الثبات تكون فيها نسبة النيوترونات أقل مما هو مطلوب في النظائر المستقرة فماذا تقوم النواة لتصل بشكل تلقائي الاستقرار تقوم بإشعاع الإلكترونات أيضا ولكن هذه المرة إلكترونات موجبة كيف تنتج من تحلل البروتون الى النيوترون وبالتالي ارتفعت نسبه النيوترونات وفي نفس الوقت حدث اشعاع لهذه الالكترونات الموجبه وهي عباره عن اشعه بيتا ولكن باشاره موجبه تسمى هذه الجسيمات البوزيترون وتكتب في بعض المراجع بيتا بيتا هنا البيتا تكتب سالبه وهنا تكتب بيتا ولكن لاحظوا معي فقط الاختلاف في الاشاره تسمى بيتا الموجبه الان سنعرض شريحه فيها بالتفصيل ماذا يحدث للنظائر غير المستقره كملخص لما ذكرته الان الأنوية الثقيلة، قبل أن ننتقل أعزائي، الأنوية الثقيلة، ما هي الأنوية الثقيلة؟ التي عددها الذري فوق ال 82، إذا من 83 فما فوق من لنفترض أن هنا العدد 82، من بعد ال 82 هذه نظائر ثقيلة تشع جسيمات ألفا، لماذا جسيمات ألفا؟ هذه للنظائر للنظائر الثقيلة لماذا تشع جسيمات ألفا؟ لأنها ثقيلة يجب أن تقلل عدد النيوترونات وعدد البروتونات حتى تكون في حزمة الثبات أو على الأقل قريبة منها أي تصبح أكثر استقرار الآن نستعرض ما ذكرنا هذا هذه الصورة موجودة في الكتاب تلخص ما ذكرنا وهنا التعريف حزمة الثبات منطقة على الرسم البياني تقع فيها جميع الأنوية الذرات المستقرة وهي هذه النقاط فقط النقاط هي حزمة الثبات الذرات الواقعة داخل حزمة الثبات مستقرة أي هذه النقاط مستقرة ما يقع أعلاها أو أدناها يكون مشع يشع بصورة تلقائية وذكرنا في الدرس الأول أن أشعة ألفا وأشعة بيتا ويرافقها أيضا أشعة جاما تصدر من هذه الأنوية لتصل لحالة الاستقرار. إذا هذا هو ما ذكرناه منذ قليل ملخص في هذه الشريحة. الآن لنأخذ تطبيقا على ما ذكرناه ولكن نستعرض بعض خواص النظائر النظائر غير مستقرة تتعرض للإشعاع وتتحول إلى ذرات مستقرة بعض هذه النظائر فترة تحللها قصيرة ولكن البعض الآخر قد يصل فترة تحلله إلى ملايين السنين بعض النظائر يتكون بشكل متواصل في طبقات الجو العليا ومثال ذلك الكربون 12. بعض النظائر يتكون من خلال عمليه الاندماج النووي وهي تحدث للانويه الخفيفه. ويمكن تصنيع بعض هذه النظائر في المختبر. اذا كما ذكرنا اساس معرفه استقرار النواه او لا هي نسبه الان عدد النيوترونات الى عدد البروتونات الان لنبدا التطبيق سؤال لديك مجموعه من النظائر سنحدد ما اذا كانت مستقره او غير مستقره واذا كانت غير مستقره ما هو الاشعاع الذي ستطلقه النواه حتى تصل الى حاله الاستقرار المثال الأول الكربون، الكربون له عدة نظائر من ضمنها الكربون 6/14. هل هذا النظير مستقر أو لا؟ بعمليات حسابية عدد النيوترونات 14 ناقص 6، 8، عدد البروتونات هو نفسه العدد الذري، 8 على 6، سيكون الجواب لو استخدمتم الآلة الحاسبة 1.33. هذه النسبة لأول عشرين عنصر تعتبر كبيرة أول عشرين عنصر النسبة الطبيعية للاستقرار هي واحد إلى واحد أي نسبة النيوترونات إلى البروتونات واحد إلى واحد أو باختصار واحد إذا هذه النسبة كبيرة تذكر عزيزي الطالب أول عشرين عنصر يجب أن يكون حاصل قسمة الإن على بيت واحد حتى نقول بانها مستقره او لا لو رجعنا قليلا لاحظوا اعزائي اول عشرين عنصر النقاط كلها تقع على الخط واحد ثم تبدا في الارتفاع الى ان تصل الى واحد ونص للتغلب على قوه التنافر بين البروتونات الان سناخذ نعود الى التطبيق ولكن راينا انه من المهم ان نريكم هذه المعلومه الان هذا نظير غير مستقر كيف سيصبح مستقر؟ سيصبح مستقر عن طريق إشعاع جسيمات بيتا هذه عبارة عن جسيمات بيتا إي أو تكتب أيضا بهذا الشكل لماذا أشعة بيتا؟ أعزائي أشعة بيتا لأن النسبة أكبر من واحد لو كانت النسبة أقل من واحد لأول عشرين عنصر لكان إشعاع بيتا الموجبه او ما يسمى بالبوزيترون. اذا لماذا هذا الاشعاع بالذات؟ لان النسبه اكبر مما هو مطلوب في حزمه الثبات او في النظائر المستقره. اعزائي لاحظوا ان لو جمعنا صفر مع 14 سيكون الجواب 14. 7 ناقص 1، الجواب سيكون 6. يعني حتى نكتب معادلة موزونة يجب أن يكون مجموع الأعداد الكتلية في الطرفين متساوي، ومجموع الأعداد الذرية في الطرفين متساوي، وهذه أعداد بسيطة، 7 ناقص واحد يساوي 6, 14 زائد 0 يساوي 14. إذاً هذه معادلة تمثل التحلل الإشعاعي لمن؟ للكربون. الآن، لاحظوا أعزائي عندما تحلل الكربون إلى النيتروجين أصبحت النسبة إن على بي تساوي واحد أي وصل إلى حالة الاستقرار. مثال آخر المغنيسيوم. المغنيسيوم الذي اخترناه أحد النظائر المغنيسيوم 12 24 كم نسبة الإن على بي؟ نسبتها واحد وهو من أول 20 عنصر إذا هذا النظير سيكون نظير شنو؟ سيكون نظير مستقر لماذا؟ لأنه من العناصر العشرين 12 لم نتجاوز العشرين إذا يجب أن تكون نسبة واحد أو حكمنا عليه بأنه غير مستقر إذا كانت النسبة لأول عشرين عنصر N على B أكبر من أو أصغر من واحد نحكم عليه بأنه غير مستقر لاحظوا أعزائي كتبنا بأنه نظير مستقر ولم نكتب معادلة لأنه لن يتحلل من الذي يتحلل؟ النظائر غير المستقرة آخر مثالين المثال الأول البولونيوم نسبة الإن على بي واحد ونص إلى واحد ولاحظوا أعزائي أن العدد الذري أربعة أي أنه من العناصر الثقيلة وذكرنا أن العناصر الثقيلة التي بعد 82 كلها غير مستقرة، ماذا تشع؟ تشع؟ نعم، الذي قال بانها جسيمات ألفا يعني انه متابع جيد، فعلا سيكون الإشعاع جسيمات ألفا هذه جسيمات ألفا إما تكتب بهذا الشكل أو تكتب بهذا الشكل في المعادلات. لاحظوا أعزائي من جديد. وأنتم في المستوى الثالث هذه أرقام بسيطة جمع بسيط أربعة زائد مائتين وعشرة مائتين واربعة عشر اثنين زائد اثنين وثمانين أربعة وثمانين يجب أن يكون مجموع العدد الكتلي في الطرفين متساوي والعدد الذري أيضا الآن لاحظوا بعد أن خسر البولونيوم جسيم ألفا لاحظوا أن النسبة زادت ارتفعت إذا من واحد فاصلة خمسة أربعة أصبح 1.56، لماذا؟ نحن بحاجة إلى رفع هذه النسبة، زيادة عدد النيوترونات، زيادة عدد النيوترونات، زيادة النسبة ستجعل القوى النووية أكبر وبالتالي سيكون ستكون سيكون هذا النظير مستقر، إذا النسبة زادت وبالتالي سيكون الاستقرار أكبر. المثال الأخير الكبريت. الكبريت نسبة الان على p في هذا النظير عباره عن 0.93 الى 1 وهو من اول 20 عنصر وهو من اول 20 عنصر 16 ولذلك هذه النسبة تعتبر اقل مما هو مطلوب ليكون مستقرا اقل من حزمه الثبات فما هو الحل ليصبح مستقر اذا هذا النظير غير مستقر ما هي المعادلة التي تمثل تحلله؟ هذه هي المعادلة. الكبريت تحلل بإشعاع البوزيترون الذي ذكرنا أن اسمه الآخر بيتا الموجبة، جسيمات بيتا الموجبة، وتحول إلى الفوسفور. ماذا حدث للنسبة؟ ارتفعت. إذا كانت 0.93 إلى 1 واحد وأصبحت 1.06 واحد إلى 1. رفعنا النسبة رفعنا هذه النسبة وبالتالي سيكون القصد من ارتفاع النسبة أن يكون حاصل قسمة النيوترونات على البروتونات يزداد وزيادة عدد النيوترونات يعطي النظائر استقرار أكبر لأن القوى النووية ستزداد والقوى النووية هي قوى تجاذب بعكس قوى التنافر الكهربائي نكون بهذا المثال قد وصلنا الى نهايه الدرس اشكركم على حسن اصغائكم والى لقاء جديد باذن الله